يوم القيس من محرم من أراد أن صيام أن يصوم لم يصوم استغفر ربنا وصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة لأن الصائمين ألم هذا اليوم صائمون أعوذ بالله فيه من موسى من الغرق. الله الله نحن حق بالموسى. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصوم شكرا لله. الله 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 الله. وقال لا عشت بقادم أصوم من التاسع والعشر عن سنة أصوم تسعة عشر وحداشر خالف اليهود. قال خالف اليهود اللهم صل على الحبيب هزيش اللهم صل وسلم وأكرم اللهم صل على الحبيب.